مساء الخير، هذه نشرة الأخبار نقدمها لكم مباشرة من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق رحلات الاصطياف المبرمج في إطار برنامج عطلة للجميع. شاطئ فم البير بالداخل يعرف إقبالا كبيرا في اليوم الثاني من عيد الفطر. وفي الرياضة، فريق وداد سمارة يتفوق على مجد العيون في كرة القدم. أهلا بكم إلى التفاصيل. نستهل عرضنا الإخباري المفصل من غليميم، واختتاما لأنشطتها السنوية نظمت تنسيقية الصحة والجامعة ندوة صحفية رصدت لمجموعة مبادراتها أمامية إلى إحقاق مطلب بناء مستشفى جهوي يليق وانتظارات ساكنة المنطقة ويلبي الحاجيات الصحية للأقاليم، فضلا عن مطلب تثبيت جامعة بمواصفات تستجيب لانتظارات الكم الكبير من الطلبة بالأقاليم والجهة كليا. التنسيقية عبرت عن استعدادها لمواصلة جهودها في هذا الإطار خلال الدخول الاجتماعي المقبل. المستشفى اللي كان وخدام وكنقول الدافئ بمواصفات وباختلالات وبشيء، هذيك راه مقايضة ما بين المستشفى والتعليم. إذن وفي سياق متصل بالبنيات الصحية المتوفرة بالجنوب، عرف القطاع الصحي بالأقاليم الجنوبية نموا ملحوظا عبر تطوير الخدمات الصحية بهذه المناطق، وكذا بناء وترميم مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات. تقرير المصطفى خيا. قطاع الصحة بالأقاليم الجنوبية جعلته الوزارة الوصية من أولى أولويات عملها بهذه المناطق، وذلك في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة، وقد عرفت الخدمات الصحية تطورا هاما تجلى في المجهودات المبذولة من أجل تحسين جودة الخدمات وتوسيعها وتعميمها لتشمل جميع المواطنين. وفي هذا الصدد لجأت وزارة الصحة لإشراك مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والإعلام، والتي تسعى لتحسين جودة الخدمات العلاجية بالجهات الجنوبية. وفي إطار المجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع القطاع الصحي بهذه المناطق، تم بناء وإعادة ترميم عديد المراكز الصحية، وذلك في إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا بناء معاهد عليا لمهن التمريض وتقنية الصحة، وبناء مراكز للتشخيص وصيدليات إقليمية وجهوية. ويعد مشروع تهيئة مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون وتوسيع مركز تصفية الدم من المشاريع الهامة التي دعمت من لدن الوزارة الوصية. نقاط قوة هامة باتت تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية للمملكة في هذا القطاع من خلال توفر مستشفياتها على طاقة سريرية مهمة وبمؤسسات صحية أساسية بعديد الجماعات والمناطق القروية، جعلت الإنسان القروي يستفيد من هذه الخدمات الصحية في أجواء جد إيجابية. وفي هذا الصدد أولت الدولة عناية فائقة بصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية عبر مجانية التحاليل الطبية والفحص بالصدى، وكذا السهر على ضمان تغطية جيدة في مجال تلقيح الأمهات والأطفال وبرامج الدعم بالعناصر الدقيقة والفيتامينات. ولا شك بأن مختلف هذه المنجزات وإن كانت في حاجة ماسة للمزيد ما كانت لتتحقق لولا المجهودات الجبارة المبذولة من لدن القطاع الوصي ومختلف الشركاء من سلطة محلية ومجالس منتخبة وفعاليات للمجتمع المدني ونشطاء أخصائيين في هذا المجال. إلى مدينة بوجدور، وفي إطار برنامج عطلة للجميع، أعطى عامل الإقليم صباح اليوم الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المخيمات الصيفية. المخيمات الصيفية سيستفيد منها على مستوى إقليم بوجدور حوالي 946 طفلا وطفلة، وذلك وفق برمجة تمتد ما بين 5 يوليوز إلى غاية 5 شتنبر المقبل. بريغينا العروسي ومحمد شرح. بعد الاستماع لشروحات وافية حول البرامج التي سطرتها وزارة الشباب والرياضة لإنجاح مختلف مراحل التخييم للموسم الحالي،
أعطيت الانطلاقة للمرحلة الثانية من المخيمات الصيفية التي تندرج في إطار البرنامج الوطني عطلة للجميع. ومن أجل إنجاح مختلف مراحل التخييم جندت المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة مختلف الموارد البشرية والمادية. تم توجيه مجموعة من الاتجاهات من ناحية الهرهرة وكذلك استفادة بالطور طاب الداخلة، بالإضافة إلى كذلك مرحلة جمعيتين بمدينة هرهورة، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال هذه السنة حوالي 946 مستفيد طيلة المراحل الخمس، بالإضافة إلى مخيمات التي صرفها الإقليم على الصعيد المحلي سيبلغ حوالي 1300 مستفيد. وللإطلاع على مميزات ومؤهلات باقي المدن المغربية فتحت في وجه أبناء الإقليم مخيمات سياحية ساحلية وجبلية بمختلف جهات المملكة. في إطار البرنامج الوطني للتخييم استفدنا منه في المرحلة الثانية من مخيم الصيفي في مدينة الداخلة، واللي ماشية له منظمة الكشاف المغربي وحدها من مدينة بوجدور، واللي نتمنى من الله العزيز القادر أننا نتخطى واحدة الرحلة واحدة مخيم صيفي يكون مثيل به يضرب به المثل في مدينة الداخلة، لأننا أول مدينة غادي تجي تخيم في الداخلة، مدينة خارجية غادي تخيم في مخيم ديال الداخلة، وغادي نفوجوا ونشطوا مخيم الداخل ان شاء الله زوين. غادي ان شاء الله نكتشفوا مدينه الداخل، غادي المخيم تورط بمدينه الداخل، نتعرفوا على مدينه الداخل والمناظر اللي كاينين تما، اول مره غنمشيو ان شاء الله. هذا المخيم دي باسم منظمه الكشاف المغربي اللي غنمشيو مدينه الداخل لاول مره، تحت لنا الفرصه مع الاصدقاء ديالنا اللي غنغيروا شويه الجو ديال القرايه ديال الكتوبه، نغيروا شويه نتعلموا شي حاجه تربويه شي بزاف تاع انشطه اللي ان شاء الله نقوموا بها تمايا. المخيم الصيفي اصبح ضروره بالنسبه للاطفال لما له من اهميه في تطوير مهارات الطفل الفكريه وتعزيز قدراته في تحمل المسؤوليه، هذا فضلا عن بناء علاقات خارج اطار اصدقاء المدرسه. كما انطلقت بطنطان رحلات الاصطياف الخاصة بالأطفال صوب العديد من مراكز التخييم سواء بالإقليم أو بأقاليم شمال المملكة، وذلك دائما في إطار برنامج عطلة للجميع. التفاصيل مع حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. من مدينة طنطان توطن انطلاقا لعملية البرنامج الوطني عطلة للجميع الذي يستفيد منها عدد كبير من أطفال الإقليم. أطفال سيشدون الرحال إلى أحد مراكز الاصطياف بمدينة أكادير في المرحلة الأولى من هذه العملية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة. أنا فرحان بزاف غادي للمخيم وندوز واحد المرحلة في البلاي وواحد المرحلة في أكادير. ماشي للمخيم باش نبدلوا الجو ونتعرفوا على أصدقاء جداد ونضحكوا ونساو داك الجو ديال القرايه. مركز الاصطياف بالوطية سيستقبل والاخر 5 مراحل من برنامج التخييم لعديد الجمعيات الفاعله في هذا المجال. كل التدابير اتخذت لانجاح هذه العمليه. مركز التخييم بالوطية يعني شهد واحد المجموعه ديال التغييرات من استقبال المراحل التخييميه الخمسه بمعدل 220 مستفيد لكل المرحله. لا بد من الشكر الجزيل لقوات الدرك الملكي والوقايه المدنيه الصاهنه معنا على الامن وعلى مراقبه الحافلات وعلى يعني الحفاظ على سلامه الاطفال وامتعه ديالهم لكي يمر هذا الموسم ان شاء الله في جو جميل. برنامج تخييمي اذا سيتواصل على امتداد العطله الصيفيه، حيث سيستفيد الأطفال من برامج ترفيهية وتنشيطية من تأطير الكوادر المختصة في هذا المجال. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة العيون وفيها بعد قليل. ارتفاع درجات الحرارة يدفع بالمصطافين لارتياد الشاطئ. أهلا بكم من جديد.
بطنطان وفي إطار المجالس القرآنية الرمضانية التي ترعاها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين. تم إسدال الستار على أنشطة هذه الفعاليات الدينية بتنظيم حفل ختامي اشتملت فقراته على تقديم قراءات نموذجية فضلا عن دروس دينية. بالمناسبة الحفل كمم مجموعة من حفظة كتاب الله عز وجل علاوة على تكريم بعض الأئمة العاجزين. ربورتاج النشرة يقودنا لشاطئ فم البير بمدينة الداخلة. الشاطئ الذي يعرف إقبالا كبيرا هذه الأيام مع درجات الحرارة المرتفعة بداية موسم العطلة الصيفية وكذا الأمواج المناسبة لممارسة الرياضات المائية التي جلبت العديد من المصطافين في اليوم الثاني من عيد الفطر. روبوتاج من شاطئ فم البير مع بكار دليمي ومحمد يدس. عادت شواطئ الداخلة إلى الحياة من جديد بعد ضعف نشاطها خلال شهر رمضان، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبالا كبيرا بعد اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر. فمنذ الساعات الأولى يتوافد المصطافون على شاطئ فم البير بهدف الترويح عن النفس. درجات الحرارة الشديدة دفعت العديد من ساكنة مدينة الداخلة إلى الذهاب إلى البحر واقتحام مياهه والاستمتاع بمناظرها الطبيعية بعد شهر الصيام. احنا اليوم جينا بعد شهر فضيل من الصيام كامل، جينا هنا باش نفوجوا شوي مع عمالين الدار، والحمد لله يعني اليوم زين. جينا شاطئ فم البير اللي هو وجهة سياحية طبيعة الحال معروفة يعني للعموم. جيت هنايا في ثاني عيد الشاطئ فم البير هنايا في مدينة الداخلة، اللي الجو سخون وجو ملائم صراحة مع تبحيرة مع الأصدقاء ومع العائلة، ودوزنا وقيت زوين من بعد واحد الشهر ديال رمضان المبارك دوزنا فيه يعني أيام مع الشهر والصيام وهذا، وجينا اليوم ثاني عيد أننا ندوزو نهار زوين مع الأصدقاء. و نهار زين، حال شوية سخون في الداخلة في المدينة، جينا نتبحروا هنا شوية مع جيت مع أصحابي، الجو زين شوية الحمد لله. الإقبال المتزايد لشواطئ الداخلة من طرف العائلات وجده الكثير من الشباب من هواة رياضة ركوب الأمواج فرصة لممارسة هوايتهم في ركوب الأمواج التي تعتبر مدينة الداخلة الأنسب لممارستها بفضل الرياح والأمواج العاتية. نجوهن الشاطئ فم البير باش نعوموا ونمارسوا هوايتنا المفضلة، والشمس زينه الحمد لله والجو زين، وحنا هون شوي الماج ما كاينين بزاف في غير لباس نجو نسورفو واخا شوي موج صغير. مارست رياضة ركوب الامواج في مدينة الداخلة اللي متميزة بهذا الرياضة، هذه هي هوايتنا المفضلة، وهذا الصيف هذا ما يكون الماج كبار شوي الحمد لله كانوا مارسوها امتياز. حرارة المناخ وبداية العطلة الصيفية إضافة إلى جمالية المكان والهروب من الروتين اليومي أدت بهذا العدد الكبير من ساكنة المدينة إلى ارتياد شاطئها بحثا عن الاسترخاء على الرمال الذهبية وممارسة مختلف الرياضات الشاطئية. في الرياضة كشف الستار عن اسم الفريق الصاعد للقسم الوطني الثاني هواة، حيث تمكن وداد السمارة لكرة القدم من التفوق على مجد العيون. نتيجة المباراة كانت هدف دون مقابل، والنتيجة كانت كافية لصعود الوداد. أهم أطوار هذه المقابلة التي عرفت تواجد 6 حكام لقيادتها في ريبورتاج محمد بتاح و نيمة المغيفي. 6 حكام لقيادة مباراة نهاية القسم الشرفي، يتقدمهم الحكم الشاب عز الدين أبو الفيض، جمعت بين مجد العيون ووداد السمارة. مباراة كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات والتكهنات مستبعدة في مثل هذه المقابلات.
نتابع هنا أول لقطة لفريق المجد الذي يطالب بضربة جزاء في هذه اللقطة، نعيدها لكم مرة أخرى بالعرض البطيء لهذه اللقطة التي طالب من خلالها لاعب فريق مجد العيون بضربة جزاء، ونترك الحكم لأصحاب الاختصاص هل هناك ضربة جزاء أم لا. بعد ذلك فريق وداد السمارة يكثف من هجماته من أجل مباغثة فريق المجد. هذه المحاولة ستحمل الجديد هدف أول في هذه المقابلة في نهاية الشوط الأول، الدقيقة 45 تحمل الجديد هدف أول لفريق وداد السمارة، تنتهي به هذه الجولة وسط هتافات وتشجيعات جماهير مجد العيون التي أتت لمساندة فريقها وتشجيعه في هذه المقابلة النهائية. فريق المجد كثف من محاولاته في الجولة الثانية، ضغط متتالي على شباك فريق وداد السمارة. لقطة أخرى سيطالب من خلالها لاعب فريق مجد العيون بضربة جزاء، نتركها لكم وكذلك للمختصين للحكم على هذه اللقطة. فريق مجد العيون المحاولات المتواصلة لكن التسرع والحظ العاثر وقوة دفاع وداد السمارة بقيادة الحارس الذي كان متألقا في الدفاع عن نظافة شباكه، لتنتهي هذه المواجهة بتفوق وداد السمارة بهدف دون مقابل، وبالتالي الصعود للقسم الوطني الثاني هو شطر الصحراء الموسم المقبل. أما فريق مجد العيون أتمنى له التوفيق وحظ أوفر في الموسم المقبل، فريق قوي قدم أشياء كثيرة خلال بطولات هذا الموسم. قراءة في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الاثنين في قراءة لمحمد نواح. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت أدان نجل مسؤول سام في البوليساريو كان مكلفا بما يسمى بملف حقوق الإنسان بمخيمات تندوف اختفاء والده أحمد الخليل فوق التراب الجزائري سنة 2009 محملا المسؤولية الكاملة للبوليساريو في اختطافه. وأكد رشيد الخليل المقيم بسان سيباستيان شمال إسبانيا منذ سنة 2005 أن قيادة البوليساريو هي المسؤولة الأولى عن اختفاء والده منذ يناير 2009 حين كان في الجزائر، مشيرا إلى أن عائلته لا تتوفر على أي أخبار عن أحمد الخليل منذ 6 سنوات. وأضاف هذا الشاب الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس إننا نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها مدينا القمع وغياب الحرية في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر. وتابع رشيد الخليل أنه يبدو أن والده مسجون بأحد المعتقلات العسكرية الجزائرية مدينا صمت قيادة البوليساريو والسلطات الجزائرية بشأن هذه القضية. صحيفة جود الإلكترونية تعرّي 66 قياديا في البوليساريو وتكشف عن أملاك قادة الجبهة وأنشطتهم البعيدة عن أعين الصحراويين، منهم من نهب مساعدات بملايين الأورو، ومنهم من يتاجر في المخدرات، ومنهم من هرب أموال المساعدات لاقتناء بيوت بإسبانيا وموريتانيا والجزائر. صحيفة جود الإلكترونية توصلت من شباب صحراوي رصد لفترة طويلة أملاك بعض مسؤولي البوليساريو من المال الحرام على حساب الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف. ووفق ما كتبه هؤلاء الشباب فإن لهم رغبة في إطلاع الرأي العام الوطني على شهامة وقدسية القيادة غير الشريفة وغير الرشيدة للبوليساريو. وكشفت جود بأن وثائق جديدة ستظهر لإظهار استغلال القضية من أجل كسب المال والاغتناء دون اهتمام لمعاناة سكان المخيمات. وذكرت الصحيفة بأن 66 قياديا بالبوليساريو اغتنوا في الوقت الذي ما زال يعاني فيه سكان المخيمات من الفقر المدقع. يومية الصباح كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين طلب صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من وزراء ووزيرات الحزب الترشح للانتخابات المحلية والجهوية، وهذا ما سيدفع بعض الوزراء الترشح بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وكشفت الصباح أن طموح مبارك بعيدة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون لن يقل عن رئاسة جهة قليميم وادنون.
وارتباطا دائما بموضوع الانتخابات الجماعية والجهوية، نختم من يومية المساء التي كتبت في عددها الصادر يوم غد الاثنين بأن محمد حصاد وزير الداخلية وضع حدا لكل الاحتمالات والافتراضات التي تتحدث عن تأجيل الانتخابات. وذكرت اليومية أن حصاد كشف عن تاريخ الانتخابات خلال اللقاء الذي جمعه مع قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة. وذكرت المساء أن الأجندة المحددة سيتم احترامها والتحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدول الزمني المقرر، أي 7 من غشت بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية والرابع من شتنبر بالنسبة لانتخابات الجماعات والجهات. صور نهاية النشرة نقترحها عليكم الليلة من مدينة بوجدور وأجواء فرحة عيد الفطر السعيد. نتعرف الآن على أحوال الطقس المرتقبة يوم غد بالأقاليم الجنوبية. ينتظر أن يكون الجو معتدلا يوم غد في أغلب المناطق مع تسجيل سحب منخفضة. درجة الحرارة الدنيا ستتفاوت بين 16 درجة بجلتة زمور إلى 32 درجة بطاطا. درجة الحرارة العليا سوف تتفاوت بين 23 درجة بسيدي إفني إلى 43 بأسا وزاك. البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة الأطلسية وعلو سيكون بين متر ومترين ونصف. شروق الشمس بمدينة العيون في الساعة 7:13 والغروب في 8:44. ببعض المدن والعواصم المجاورة درجة الحرارة بنواكشوط 27 بباماكو، 33 بنواديبو، و 25 بلاس بالماس، و 44 بتندوف. بالعاصمة الرباط 33 درجة. إلى العناوين. انطلاق رحلات الاصطياف المبرمجة في إطار برنامج عطلة للجميع. شاطئ فم البير بالداخلة يعرف إقبالا كبيرا في اليوم الثاني من عيد الفطر. وفي الرياضة فريق وداد سمارة يتفوق على مجد العيون ويصعد للقسم الوطني الثاني هواة في كرة القدم. يمكنكم مشاهدة نشاط